الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. طالبت اللجنة المالية النيابية رئاسة المجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على صحة تصريحات النائب محمد نوري بشأن فقدان 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة غير موجودة داخل العراق. وكان عضو اللجنة المالية محمد نوري قد قال بأن هناك دولتين جارتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار، وهما سوريا وإيران. وأضاف أنه قبل أكثر من 3 أشهر دخلت 4 تريليونات دينار عراقي من فئة 50 دينارا إلى البلاد، لافتا إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي قاما بطرح موضوع السندات للسيطرة على مسألة الدينار العراقي، ولم تجمع سوى تريليونين أو تريليون واحد فقط. أكد خبراء اقتصاديون حاجة العراق إلى إصلاح تشريعي، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية للبلاد. وأضاف الخبراء أن القانون الضريبي أصبح لا ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، مبينين أن المشكلة الأساسية باتت لا تقتصر على كيفية دفع الضرائب أو الرسوم، بل تتعلق بعدم الاعتماد على القطاع التجاري، وأن الموضوع يستدعي إصلاح القطاع التجاري إضافة إلى ملف الجمارك. قال خبراء في مجال النفط إن قرار العراق بتخفيض إنتاج النفط سيؤدي لعجز في موازنة البلاد المالية للسنة القادمة. وأضاف الخبراء أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية يعود إلى انكماش الطلب الصيني عليه، وكذلك بسبب عدم اتفاق تحالف أوبك بلس بشأن تقليل الإنتاج النفطي في الدول الأعضاء، إذ قررت 8 دول فقط من بين الأعضاء 23 في أوبك بلس خفض الإنتاج بشكل طوعي. اندلعت خلافات بين الدول بشأن اتفاق محتمل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في قمة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقدة في دبي، ما يعرض محادثات الاحتباس الحراري إلى الانهيار. وكانت السعودية وروسيا من بين عدة دول أصرت على أن يركز مؤتمر دبي فقط على الحد من تلوث المناخ وليس على استهداف الوقود الأحفوري المسبب له، بحسب مراقبين في المفاوضات كما نقلت وكالة رويترز. على الجانب الآخر، تطالب ما لا يقل عن 80 دولة بأن تدعو قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري في نهاية المطاف. يستعد الاتحاد الأوروبي لمنح الدول الأعضاء سلطة لتعليق واردات الغاز من روسيا وبيلاروسيا، وذكرت مصادر مطلعة أن أي دولة بالاتحاد الأوروبي ستتمكن من منع الشركات من روسيا وبيلاروسيا من الحصول على مساحة في خطوط أنابيب الغاز ومحطات الغاز الطبيعي المسال. وبموجب نص القانون المقترح، سيصبح لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السلطة للحد الجزئي أو الكلي من الوصول إلى البنية التحتية أمام مشغلي الغاز من روسيا وبيلاروسيا من أجل حماية مصالحهم الأمنية. وقبل الختام، نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.